أقام نادي العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية ندوة حول قضية البدون شاركت فيها مجموعة 29، حيث سلط المشاركون فيها الضوء على أهمية إيجاد حلول سريعة للقضية. فكرة الحق الإنساني الأهم اللي هو حق المواطنة، حق الانتماء، أنك أنت تنتمي إلى أرض ما، هذا حق إنساني أصيل بقى هو الهدف الرئيسي والأساسي اللي تنظر له المجموعة. نواجه مشكلة حقيقية في المجتمع الكويتي، ونحتاج لأن احنا نقف وقفة حقيقية وجادة لإيجاد الحلول لها، مو بس عشان البدون أنفسهم، لكن عشان الكويت بكبرها وعشان المجتمع الكويتي اليوم يستطيع أنه يخطي خطوة جديدة للمستقبل باستقرار وبيعني مواكبة لمقاييس حقوق الإنسان اللي يعني الكويت التزمت بأن هي تتبعها.